إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين رئيس يا رئيس هذه الحفلة الثقافية الإسلامية المباركة الميمونة والقضاة الماهرون والمستمعون الأعزاء أرحبكم ترحيبا حارا أهنئكم تهنية مباركة أحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام إني كنت أمامكم لألقي كلمة وجيزة مهمة حول موضوع الكفر أيها الإخوة الأفاضل تعرفه لغة بمعنى الستر والتغطية شرعا ضد الإسلام أنواعه نوعان كفر أكبر كفر أصغر كفر أكبر وفي مسائل تعرفه هو عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب حكمه يخرج من الدين والملة أنواعه خمسة الأول كفر التكذيب والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين كفر الإباحة والاستكبار مع الصديق والدليل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين كفر الشك وهو كفر الظن كفر الإعراض والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون كفر النفاق والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون كفر الأصغر وفي مسائل تعرفه كل معصية ورد في الكتاب والسنة تسميتها كفرا ولم تصلي إلى حد الكفر الأكبر أمثلته كفر النعمة والدليل قوله تعالى فكفرت بأنعم الله قتال المسلم لأخيه المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه الطعن في أنساب الآخرين أني الحياة النيات أخيرا أقول لكم إن هذا الموضوع ضروري ومهم جدا في حياتنا الإسلامية فعلينا أن نهتم ونعلم به في أسرع وقت ممكن وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين مع السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله والله 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 الله والله والله